أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن حكم حل السحر بسحر مثله عند الضرورة. هذا تكرر منكم كثير ومن غيركم، لا يجوز هذا. سبب واحد أفتى بهذا، هذا أمر لا يجوز عند بالإجماع عند أهل العلم، إلا من قال هذا أخطأ، من قال هذا أخطأ، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضرورة لا تبيح الكفر، عمل الكفر والسحر، السحر كفر، يكره أن يقذف في النار، يكره أن يرتد عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. السحر ردة، ولا يجوز أنه يعمله الإنسان أو يرضى به، ولا والسحر حرام، والله والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تداووا بحرام، وهو أعظم المحرمات، تداووا ولا تداووا بحرام. وفي حديث ابن مسعود البخاري قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، حرام لا يتعالج به، إنما يتعالج بما أباح الله من الأدوية، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، جهله من جهله. ليس منا من سحر أو سحر له، سحر له، الذي يطلب من الساحر هذا سحر له، ما يجوز هذا أبدا. نعم.